كفايه كرتون بقى خنقتني. انا داخل استحمى ونازل بعد 10 دقايق، لو ما خلصتش اكلك هسيبك لوحدك زي الكلب. انت حر بقى. معقوله ما خلصتش لحد دلوقتي؟ ايه يا ليو؟ انا عندي شغل مش فاضي اللعب العيال ده. ما اكلتش ليه لحد دلوقتي؟ ما اكلتش ليه؟ ما هو ماله الاكل اهو اهو ماله ماله. لا ما بقول لك ايه، مش عايز مح، مش هتكبر كده. تعبط بقى. اتفضل. لما انت مش ناوي تتنيل تتجوز، ساحل نوها معاك ليه في الليله بتاعتك دي؟ فاكر نوها بتعمل ده عشاني؟ نوها قلقانه عليك مني، خايفه. بعدين هو انا حمار عشان اتجوز تاني؟ الجواز ده للناس اللي زيك. زي ازاي يا وز؟ خلاص يا عم ما تاخدهاش على صدرك قوي. الناس المحترمين اللي زيك اللي هو هتعيش حاضر، الواد بيسهل حاضر، تفضل بقى تقول حاضر حاضر لحد لما تبقى مطاطي شبهك كده. مطاطي ايه يا واطي؟ يا واطي يا ده انت البنت اتجوزتك شهرين. ثلاثة سابت لك البلد وطفشت يا اخويا. عارف لو الكذب بتاعك ده نطق ينطق بس، كان زمانه سبلك من زمان. يلا هو في حد في البلد يستحملك ولا يعرفك غيري؟ ماشي يا عم ماشي. حضرنا محمد بيه معلش. يا حبيب قلبي. ايه رايك في الجواز؟ جواز؟ تخترع بس يا عم انت راخر اهو، انا اتحبس بسببك اهو. ليه كنتوا الاثنين فاشلين زي بعض؟ انا يا اخويا منك ليه؟ مع السلامة. بقول لك ايه؟ ما تنساش البطيخة وانت مروح. فكرة برضه. لا قول حاضر. حاضر يا اخويا حاضر. ايه العيال دي يا محمد بيه؟ قلم تلنكات والله يا بيه. صباح الفل، انت بايت ولا ايه يا عم؟ ربنا معاك، عايز حاجة؟ سيب باشا، الواد ده يا باشا انت سمعت عنه حاجة ولا مذاكره كويس؟ ماله اخلص. اصل يا باشا شفت له فيديوهات والواد بصراحة ايده طرش قوي، بس نفسه قصير يا باشا، فممكن سيادتك تستنى لما نفسه يقطع وتروح جاي لبه على طول. وانا لسه هستنى لما نفسه يقطع، اتفرج هعمل لك فيه ايه. اركب. عشان لو قلت لك ما كنتش هتيجي، وانتوا كده كده كنتوا هتتقابلوا يا سلمى، يعني مش مشكله. ماشي، بس انا بقول لك اهو لو اتريق عليا مره كمان والله ما هسيبه، هديله على دماغي. اهو كده بقى ما هيصدق، هنفضيله خالص يا سلمى، هيزهق وهيسيبك في حالك. طب هاتي الملح. فين البوليكس يا نو؟ اهو على الشمال. يا عيني يا سلمى، انا مش عارفه ازاي تبقى صاحبتك ويجي لها قلب اصلا تفكر تجوزك واحد زي سيف ده. يا بنتي ده مختل عقليا اهو، شفتي؟ طب والله لاقين على بعض. يعني انا مختل عقليا؟ لا مش قصدي، بس يا سلمى انت عشان مش عارفاه كويس. هو بيهزر كتير وساعات هزاره بيبقى تقيل شويه،
بس والله قلبه أبيض وما بيحبش يزعل حد. يعني بعد كل اللي هو عمله ده وبرضه ما بيحبش يزعل حد. هو عمل إيه؟ صاحبتك اللذيذة قررت يوم من الأيام تظبطنا مع بعض. سألت معاه، ابتديت أتكلم معاه، كنت فاكرة إن هو بني آدم بجد في حياتي وشغلي كل الكلام ده. مسكني تريقة من فوق لتحت عن إن أنا لايف كوتش. وقال ايه؟ بتمرني في نادي ايه؟ وفاكره نفسك حسن شحاته؟ طب ما تيجي تمرني لي ليو؟ حاجه يعني في قمه السخافه. عادي يعني، هو ده سيف. وايه كمان؟ راح واخد بقى كل كلامه ده كمان في سكه اباحه، قفلني منه بشكل. بصي بصي بذمتك ده منظر واحد لايق عليا. تعال يلا روح كل. يلا جو. ايه يا ابني انت وهو المجله دي؟ بس عيب قوي اللي انت عملته. تخرج يا راجل بالطريقه دي؟ هانت عليك العشره. لا انا بصراحه يعني مش عايز اتكلم لانه في بيتي، بس لا لا عيب بصراحه. اتغير يا عمرو، عيب اتغير والله. ساعه لما راح الجهاز هو متغير. ما انت هتستلمني يا اخويا انت وهو. هو اللي سبتكم وخرجت؟ وانا سبتكم وخرجت في الشارع يعني؟ خرجت من جروب ابيح مليان صور نسواني عريانه و... كلاب اوضاع غريبه يعني، حاجه في قله الادب. واد ادهم كبر وبقى غلس، كل شويه يمسك الموبايل واد يقول لي ايه ده ومش ايه ده. ادهم برضه انت بتخاف من سماح؟ وايه دخل سماح يعني؟ مش عارف قليلة أدبكم وسفرتكم يعني؟ لا أنت بتخاف من سماح. طب أنا بخاف من سماح. أيوة ليه بقى بتخاف من سماح؟ بقول لك إيه، ما تعصبنيش بدل ما نخش نطلقها. ما يلا يا محمد. أيوة يا ماما، نخش آكل. كل يا قلب ماما. سبع. طب إحنا إيه؟ يلا يلا قبل ما أخلص الأكل يلا. استنى بس قبل ما أنسى، الأخير كمان كلمني، عايز يودينا غرفة عمليات القطاع ولا قلت له لأ؟ قلت له لأ. قلت له لأ ليه؟ الله أنت بتقرر لي يا سيف. مش عايز تروح أنت يا أخي ما تروحش، أروح أنا. تروح انت تعمل ايه؟ تقعد على مكتب؟ ما كنت اشتغلت مع حماك احسن واديك شايف العز. انت هتقر انت كمان. احنا كبرنا بقى كفايه كده. الواد كبر عايز اربيه. بس شويه ايه؟ الله الله الله، ايه الحلويات دي؟ تسلم ايدك. انت ما قابلت السلمى قبل كده؟ ها؟ لا والله اول مره. يا راجل انت ما تعرفش بتشتغل ايه؟ صاحبة نور انتيم تبقى دكتور الاسنان زيها يعني؟ لا ده انت ظابط مباحث عقل، ما بتهزرش. لا سلمى بتشتغل لايف كوتش. لايف جاكيت بتشتغليها زي ايه لايف جاكيت؟ جاكيت ايه؟ انت رايح المسطحات؟ انت كده بتهزر. والله ابدا انا بفهمه. لا هو مش بيهزر، هو فعلا مش فاهم. اه والله يعني اسكت يا عم، انا مش يعني مش قصدي والله. لايف ايه ده؟ لايف كوتش هو شخص انت بتروح عشان تتكلم معاه على حياتك وطموحاتك ومشاكلك، زي الدكتور النفساني بس في اختلافات شويه. احنا بنساعد الناس ان هي تتعرف على نفسها اكتر، تطلع بره الكومفورت زون بتاعها، تواجه اي صعوبات في حياتها، خصوصا في الاوضاع اللي احنا بنواجهها الايام دي. فهمت طبعا. ها اوضاع يعني زي هبه قطب كده. هو انت مش قلت لي ان عندك مشاكل في النوم؟ الا بقى النوم ده انا ما بنامش خالص. الله رايك والله. انت تعرف عشان اعرف انام لازم اخد حبايه قد كده. طبعا ما هو الجواز كده بيعمل فكره. طبعا طبعا طبعا. ليس بقى على فكره كل الناس بقت محتاجه لايف كوتش اليومين دول، اولهم انت يا سيف. انا لا، سيف مش محتاج لايف كوتش، سيف محتاج جلسه كهرباء. طب وانا عليكي؟ وانا عندي واوا في عينيا كده تكهربيني. تسلم ايدك اللي ضربك. لا ما ده مش ضرب، ده تحرش. بس بقى اتلم. الله، ما هي اللي بتقول عايز تهربني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابو العز. ايوه بالسلوب. تليفون يا ابو العز، تليفون. يلا يلا. صبر باشا، صاحبنا بيعمل مكالمه اهو. الحم الحته دي واستناني. وريني يا سيدي. هسمع حالك، حاول المكالمه. تمام يلا بسرعه. اهلين ابو جعفر. الله يساعدك، شلونك قلبي؟ بخير الله يسلمك، بشرني عنك. يا بابا ابو العروسه يسال، جهزت العرس؟ لو لا لو كل شيء ما سويته بعدكم. هينا قاعدين بنحضر بالعرس. بس صراحه ما حددناش موعد، بس ان شاء الله عن قريب. وانت اكيد راح تكون اول المعازيم. زين اقول لك لسه شوي. احنا محضرين ان شاء الله 600,000 على هذا. انت بقى يا ابن الصار، ما انت معقول مهر الصغيره 500,000 دولار والكبيره بس 600,000 دولار؟ تمام يا فندم. هيا مدحت. تمام سعد، حددنا المكان. حلو يا معلم. ابعت عماد يعمل استطلاع وطلع على المكتب. انت الموضوع كله قدامي. حاضر على طول يا ملك سيادتك. محي بيه. حاضر حاضر، اتفضل مالي. نعم. لو وصلنا مكان الخلايا. يلا حبيبي شدوا الهمة وانا ما ناسيكم ان شاء الله. الله معك.
شكلهم ناويين على عمليه كبيره قوي خلال يومين او ثلاثه بالكثير. يعني احنا لازم نحط خطه ونقتحم بكره او بعده. ايوه بس هنلحق نجمع معلومات ان شاء الله. ما عليك، انا بعت ماديه من الاستطلاع، يعني ان شاء الله خلال ساعتين او ثلاثه بالكثير هيكون عندنا المعلومات الكافيه. انتوا عندكم ايه النهارده يا حبيبتي؟ انا قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون انا وليو. شغل ايه الساعه 2؟ هو في حراميه الساعه 2؟ زمانهم نام. طب ما تكلميه هو على التليفون. ما هو سايب تليفونه هنا. اه سايب تليفونه. سيف ما تهزرش، بطل بقى، قولي وراكوا ايه النهارده. ما بهزرش والله. يلا يعني اقول لك ايه بس، واحد نازل من بيته في فصاص الليالي هيكون نازل يعمل ايه يعني؟ راح يجيب عيش فينه؟ ما يا اما بيخونك يا اما متجوز عليك. بطل هزار يا سيف بقى. ماشي يا نوح، ماشي يا نوح، خلاص خلاص اهو معاك اهو. اتصرفي معايا بقى، ثانيه واحده بس بينشف ظهره. ايه عشوائي. يلا اب اب. ايه يا نوح جو اب. جود بوي جود بوي. ايه الفكره طيب يا نوح ان انا اصحيكي او اسيبك نايمه؟ هتفرق؟ اقعد يا ابني اترزع بقى يا عم. مش شاطر على نوح. اه ما فعلا انا نسيته، مش عارف بقى اعمل ايه. طيب يا رب نروح الشغل النهارده. اقفل بابك بس اهو. اتفضل، هو ده اللي معطلك. هات بقى. محمد رسول الله، مع السلامه. معلش يا نوح عشان البنات بس بردت شويه. يلا باي. بقولك يا زوز. ايه عملت ايه في موضوع الخطوبه؟ والله البنت عايزين احلى الشنب. احلى الشنب؟ شكل الجواز في كف يا زوز والشنب في كف. مضايقكم في ايه الشنب؟ عايز افهم انا. خلي الشنب ما تشيلوش. الراجل بيخش بيصدر اقتحام، يثبت الناس بالشنب، يخوفهم، نخش احنا نلم وراه ونروح بسرعه. يا عم سيف ولا قدر الله وجرروا حاجه يبقى احلى البنت ومام المهم الشنب ده. انا كده كده احلاه له بالليل. والله لو تعرفت حلاوتك يا زوز. معلومات الامن الوطني بتاكد ان في عناصر تكفيريه موجودين في المكان ده. عددهم ما يزيدش عن 10 12 فرد. لكن العيال دي مدربين كويس، بيعرفوا يستخدموا السلاح كويس قوي. عندنا معلومات شبه مؤكده ان المكان متخزن فيه كميات كبيره جدا من المتفجرات تم اعدادها لتنفيذ عمليات داخل البلد. لا يا باشا بعد اذن عليك، انا باكد للبهوات ان في كميه كبيره جدا فعلا من المفرقعات، وفي احتماليه كمان ان المكان يكون متشرك بعبوة او اثنين. دلوقتي هنشرح تفصيليا المكان اللي احنا هنقتحمه عشان نبقى عارفين خط سيرنا هيبقى ماشي ازاي. جماعه كف للشمال دور. عايز بقى رجال واقف ثابت. اتفضلوا يا رجاله خطوه على الشباب. مساء الفل يا رجال. مساء الخير يا رجاله. جاهزين ولا ايه؟ جاهزين يا رجاله. ثابت مأمورية جاهزة يا فندم. توفيق يا رجالة إن شاء الله. ركب مأمورية يا سيف. خش خش. بس عشان خاطر المهم شكلها صعب. لا 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 حاتم قول. اتاخرنا ما اتاخرناش، الغدا كده كده ان شاء الله بكره عليك. يا عم ما تسيحش، ما قلت لك انا وانت بس. يا عم ما تسيحش يا عم، القطاع كله عارف. طالما القطاع كله عارف يبقى ان شاء الله كلنا في اسماعيليه بكره. زي الفل يا كبير. خليته معاك. تاني يا عم. هو انت يا ابني ايه؟ ما بتزهقش. ها في حاجة جديدة ولا زي كل مرة؟ ده على أساس إن عمرك قريتها أصلاً؟ بقراها ليه وأنا عارف اللي فيها؟ بص يا عمور، اللي ليك عندي إن لو حد لمسك هفتك لك دماغه. غير كده بقى ما تقنعونيش، يا ابني عايز أشتغل زهقت والله. طب اقراها بس، حتى عشان خاطر علي. مالكش دعوة بعلي، موت أنت بس وأنا هنسيه إنك ليه أب من أساسه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون. سعد. الجنة إن شاء الله. جهزوا مبرهين. أهلا
اقفله. قرر لي السلك ده من تحت. يلا بسرعة. أبو العز، الرجالة كلها جاهزة بره قدامك قد إيه؟ حوالي نص ساعة تقريبا. حلو أوي، يبقى نصلي الفجر وأول ما النور يطلع نتوكل على الله. إن شاء الله. يلا شد حيلك. ألو، أيوه يا ريس. في مدرعات داخله عليك. اولاد الحكومه داخله علينا من ناحيه الجامعه. يلا كله يطلع بره واستنينا. يلا هات العبوات اللي عندك وتعالى ورايا، وانت تعالى طلع العربيه دي بره. يلا بسرعه. فيهم. اللي فوق ينزل بسرعة. خالد وزع السلاح على الرجال. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هل تعلموا أيها الإخوة أن قتلنا حرام وقتلهم حلال؟ ولتعلموا أنكم على حق وأنهم على باطل. واليوم يوم الفصل، واليوم يوم الحق. الشهادة أو النصر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فوق رجال سبوند إبراهيم، لم كل حاجة في الخزنة وتجيلي على ورق. ماشي بسرعة إبراهيم. كل حاجة تمام في ضوء الحالة. المأموريات تتحرك. العربية خارجة واحتمال تكون مفخخة يا فندم. حرب جي، حرب جي، تعامل مع العربية فورا، تعامل تعامل. يا
تمام يا فندم، تم اسكات النيران. خد مجموعتين وطهر الاتوبيس والمبنى. تمام. قوم مع فهد. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أهل بيتي الأعزاء، أوصيكم بتقوى الله وألا تحزنوا على غيابي، فاليوم أكون قد أتممت رسالتي في خدمة الله وخدمة الوطن. هيحتاج يلزم السرير الفترة اللي جاية لحد ما عظمة قصمة الرجل يلم، بعد هنبتدي مرحلة العلاج الطبيعي علشان يقدر يرجع يمشي على رجله تاني. طب وده هياخد وقت قد ايه يا دكتور؟ 9 شهور سنة حسب استجابته للعلاج. الحمد لله على السلامة يا بدر. سيب باشا يا باشتنا، اتفضل يا باشا، اتفضل. الحمد لله على السلامة. اتفضل يا باشا. الحمد لله على سلامتك. اتفضل يا باشا. أخبار رجلك إيه يا باشا؟ الحمد لله كله تمام، طمني عليك. أنا في خير يا باشا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يا ابني يلا يا ابني، هتتجوز إمتى؟ عايز أحضر فرحك. راحتنا بقى يا باشا، أنا إجازة على طول أهو. على خير يا رب. عايز حاجة؟ حبيبي يا باشا، الله يخليك يا رب يا باشا. يا باشتنا، ربنا يخليك يا باشتنا يا رب. يلا. الله يبارك لك يا رب. عايز حاجة؟ والله زيارتك دي بالدنيا كلها يا باشا. والله أنا النهاردة شفيت يا باشا من إيدك دي والله. ولا بدر. إيه يا باشا؟ في حاجة مأخرك عن الجواز غير قعدة المستشفى؟ لا أنا تمام يا باشا، زي الفل. يعني العفشة تمام، وجهات تمام، عمود الكردان؟ لا زي الفل يا باشا، هشرفك إن شاء الله. أنا عارف. السلام عليكم. مع السلامة يا باشا، نورتنا والله. دلوقتي احنا كلام بعدين. راح فين سيف؟ اتعمل تاني معاد في البيت، مش هينفع تمشي. جبته مروان. مروان ايه دلوقتي؟ يا ابني خش اوضتك يا ابني، افتح بلاش جنان. هتوصلني ولا اركب شمسي؟ تأمرني بأي خدمة تانية يا باشا؟ Thank you.
التدريبات بتاعتك ولا انت بتعمل ايه؟ ده مش موضوعي. ما تعفاش على نفسك يا سيف، ما تنساش انك عامل 3 عمليات في رجلك. اهدى شويه، روح استلم شغلك في غرفه العمليات. يا فندم اروح غرفه العمليات اعمل ايه؟ تكون حالتك تحسن شويه وتخلص تاهيل وبعد كده نبقى نتكلم. يا فندم انا لو قعدت على مكتب هموت. انت مستعجل ليه؟ الحركه فاضلها شهرين، اصبر. ما هو سعادتك سيبني بقى الشهرين دول انزل مأموريات مع زمايلي. اسمع يا سيف، انا ما بعتبرش نفسي رئيسك في الشغل وبس، انا بعتبر نفسي اخوك الكبير وفاهمك. انت عايز تنزل عمليات عشان تجيب طار عمر، كلنا عايزين نجيب طار عمر وهنجيبه، لكن اسمح لك انك تنزل عمليات بحالتك دي؟ انا حالتي يا فندم انا زي الفل والله. لو نزلت كده هترجع لي ميت وانا مش هسمح بيه ابدا. اسمع، عشان نقفل الحوار ده خالص، عندك حل من اتنين: يا تنزل تستلم شغلك في غرفه العمليات ومن بكره لو حبيت ما عنديش مشكله، او تمد اجازتك برضو ما عنديش مشكله. اي حاجه من اللي انا قلتها دلوقتي مش عايز اسمع فيها مناقشه تاني خالص. دي تمام ماموريه. طب ما عنده حق يا سيف، ما تنزل الغرفة، مش ده شغل وده شغل. والله انت عايز تقعد طول حياتك تتلطط وتضرب نار؟ احنا بنكبر يا سيف. يا صابر، انا لو ما رجعت شغلي هتجنن، انا عارف نفسي. ما تشتغل عليك، ما تقولش كده. انت لسه عندك شوية طاقة وفراغ من قعدة البيت. ما تروح النادي فرقع لك كام طلقة، ولا لف التراك، ولا صاحب بتاع بتاعتك اللي تضرب فيها ايد ورجل دي فرقع لك 2 3 منهم يعني. فيش شغلك في أي حاجة. يا صابر الهبل اللي أنت بتقوله ده. طلق ايه وتراك ايه؟ انا مش هرتاح غير لما اجيب الواد مروان ده. يا سيف، هو انت متخيل انك تنزل شغلك خلاص هتبقى نازل مروان بس يعني؟ انت يا ابني ممكن تنزل تامين المطار ولا حملات مخدرات، ولا هتقول لا مش نازل، انا تخصص مروان. لا، ما انا فاهم الكلام ده كويس، عشان كده جيت لك. انا عايز اشتغل معاك. تشتغل معايا ازاي يعني؟ تعمل ايه؟ افهم بس دلوقتي، انت بتنزل تعس وتلم معلومات عن الواد ده زي ما انت، ما تغيرش اي حاجه. كل اللي انا بطلبه منك انك لو وصلك اي معلومه قولها لي، وانا هنزل هجيب امه. هتنزل لوحدك ولا هتسمح لي اجي معاك؟ وهل المعلومه اللي هوصل لها ممكن ابلغها الاداره ولا دي حاجه تضايقك؟ جرى يا صابر، انا من ساعه لما دخلت بيتك وانت عمال تنمرني، مالك في ايه؟ صاحبك ميت بقاله 6 شهور وانت قاعد على مكتبك ما بتعملوش حاجه. انا جاي اقول لاساعدك عشان يجيب حق عمرو. عيب يا سيف، عيب. حق عمرو مش هيجي كده. جاي تتفق معايا ننزل مباراة داخلية وتقول لي هجيب حق عمرو؟ بقت خناقة في حارة كده، مش أمن دولة. ما تصحى يا سيف. أنا قاعد في مكتبي بقالي 6 شهور، ولا بروح ولا بنام ولا بشوف عيالي عشان أجيب ولد الكلب دول. ما تجيش بقى تحاسبني عشان أنت ما تبقاش عارف في حقك. إيه أنا على أبو اللي اتكلم معاك يا أخي؟ هتموت أنت بقى. الله، أنا بكلمك عن صاحبك اللي مات وأنت بتكلمني عن الداخلية ومن ورا داخلية. بتفوق بقى. طب ايه ده؟ مش حاجه. لو كان حد فينا اللي مات كان عمرو عمل زيك كده.
فاهم يعني ايه صاحبك ياخد طلقه في رقبته وينزل بين ايديك وما تعرفش تعمل له حاجه؟ والله حاضر تمام وصدقني يعني يومين ثلاثة كده أظبط خلق الموضوع مش سهل انت عارف صابر أنا تعبان طب استنى 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 هخش غير وانزل معاك اوصلك استنى خليك مستريح السلام عليكم باب باب السلام عليكم يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رجال قدر حاجه الحمد لله على السلامه يا ام العز الله يسلمك انت اخر مره تشتغلي معانا على فكره خلاص انت المفروض تقعدي في البيت وترتاحي ليه بس كده يا ابو العز هو يعني حد حشوك فيه بطني دي ولا انت بقى مستخسر فيا الثواب لا بس انا خايف عليك بصراحه خايف عليا ولا خايف على ابنك اللي في بطني ملاز كله تمام بارك الله في الحامل والمحمول البركه يلا الله يبارك أهلاً صباح الفل صباح الجمال ازيك يا زيف بكلمك بقالي يومين ما بتردش عليا ليه؟ لا يا راجل فين ده؟ ولا خدت بالي تليفونك بايظ ولا ايه؟ ماله كده اخبارك ايه؟ والله كله تمام معلش عناية جت على المكتب عندك لو عايز حاجة من عزبة بسوس مطار بيل عوض هناك يخلص لك اللي انت عايزه اه عشان ابو عيسى يعني؟ اه لا ده عيل كده اسمه طلب طلبنا في قضية حاولنا نجيبه ما عرفناش لا خير ان شاء الله الواد ده ليه علاقة بمروان؟ اه يا سيف ليه علاقه بمروان تشرب قهوه ولا حضرب قهوه لا لا مش عايز عملت ايه في موضوعي موضوع ايه غصب بص يا سيف انا وانت صحاب اخوات من زمان وانا حاسس بيك وبقدر اللي جواك بس واحده واحده كده وبالعقل انت عايزني انا اجيب لك قصيده الدوله واقول لك حبي بين ايدينك عشان انا وانت لوحدينا ونحقق فيها جرى يا سيف انت كده بقت عسكر وحراميه انا عارف انك مضغوط بسبب اللي حصل لعمر بس انا قلت انت يمين وهتفكر كده وتهدى لوحدك ارجع لعقلك يا سيف وبص لمستقبلك اسمع كلام العقيد كمال وانزل الغرفه وانا وحياه ابني لا حنام ولا حهده الا لما اجيب لك ابن الجزمه ده تحت رجليك وانت عارفني وعارف كلمتي اه طبعا طبعا يعني موضوع صعب مستحيل يا سيف يا حماده
على فكره انا بكلمك انت يا امور، انا شايف رجلك خدت على المنطقه وبقالك كام يوم بتيجي تبص وتتقص. ايه وانت مالك يا ابن العايبه، رجلي تاخد ولا ما تاخدش؟ الله انت ليك لسان وبتعرف تقول زي هنا اهو. رايح؟ ها رايح انت واصحابك كده، وروح اقعد على قهوه. ان ما ريحتش اريحك انا. ازاي زي مامك مرتاحة كده في ليلة دخلتها؟ هي خلاص راحت منك خالص كده؟ ايه اللي انت نيلته ده؟ تعالى صبر اعمل لك قهوه. بتعمل لي فيها رامبو؟ ما ده راح ضرب في خلق الله. ايه اللي وداك عند ابو عيشه انت؟ انا هو انت مش قلت لي عايزين ابو عيشه مش عارفين تجيبوه؟ والدخليه بقى مستناك انت عشان تنزل تجيبه. طب ايه رايك بقى انا كنت بقول اي كلام عشان تنزل من دماغي؟ اي كلام؟ لو مش بتشيلها مكان دنيا صياد بتشيلها مكان مين؟ قول لي يا عماد. خد بالك على نفسك يا ديسل، ولا هو افتكرتني؟ بقرا لي فتحة. خير يا ست الكل. تعال يا ديزي، قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله يا استاذه كان عليا الظهر، رحت الجامع لقيته لسه ما ادانش، فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليته؟ لا، اصل النوم بنقض الوضوء، فقلت اصليهم الاثنين قضى ان شاء الله. اها، وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى، بحب حضرتك. قصدي انا بحب اعمال حضرتك واحفظها كلها والله. طب خد دول. ايه دول يا استاذه؟ دي حاجه بسيطه عشان خاطر العلاج. شيل فلوسك يا استاذه بعد اذنك. يا استاذه انت ما صدقتي؟ الله، دي كده عزومه مراكبيه. لا والله يا ابني، والله العظيم ما له لزوم. في مثل بيقول علمنا اصطاد وما تدينيش سمكه، وانا يعني شغلانه الدوبلير دي يعني مش جايبه همها على الاخر يا استاذه. يوم و10 لا، فالخدمه اللي سيادتك ممكن تخدمها لي انك تشوفي لي شغلانه ثابته تبقى عملت معايا فوق الصح. ادخل. مساء الخير يا استاذه. معلش الواد السواق اللي انا كنت وعد حضرتك بيه اشتغل مع ناس ثانيه ومرتاح معاهم، فاستاذن حضرتك بس معلش يومين بالعدد مفيش اكتر منهم، وهكون جايب لحضرتك سواق ثاني غيره. ماشي يا تامر، شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله وعز الجلال. تلا استاذ امي على طول تقول عليا انت مولود في بورنوس ومرزق. يعني سيادتك بتدور على سواق وانا واقف قدامك؟ وانت بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعه والغضب ده؟ السرعه والغضب يا استاذه بتاع فان ديزل والصخره، فيلم فاست اند فلوريست في الرياسه. فاست يا استاذه؟ لا ما شفتوش. لا وانا لسه ما شفتوش، هنشوفه سوا ان شاء الله. استاذ انا في ممكن اروح اسكندريه مرشدير، معايا رخصه درجه اولى. هستلم الشغل امتى؟ لا والله انا عايز اقتصد الدنيا. الظاهر ان انا عرضتها زياده عن اللزوم. كده احنا خلصنا الجزء السابع من فاست اند فلوريست، ندخل بقى في الجزء الثامن من فاست اند كاتافاست. لا يا عم كفايه والله العظيم انا مصدقاك، انا ده بقى هشوف في السينما. طب بما يرضي الله بامانه ربنا، عمرك شفت الركنه دي في فيلم امريكاني؟ ركنه ايه يا
ديزل ده انت كنت هتموتنا. هموتك بعد الشر عليك يا استاذ. بالعكس انا السواقه دي كلها عشان اطمن حضرتك. لا الله يطمنك. والله ضحكتني وانا ماليش نفس اضحك. الاستاذه دنيا الصياد ملهاش نفس تضحك. امال مين اللي هيبقى ليه نفس يضحك يا استاذه؟ اشمعنى؟ على اللهم لا حسد خمسه وخمسه في عينيا. ربنا مديكي كل حاجه. انت بتحكم على الناس من بره ديزا. والله العظيم من ابسط نعم ربنا عليكي واحده زي اختي دي. ما تحبش حاجه في الدنيا زيك، يعني لو عرفت ان انا قابلتك فيس فاصون، يعني اتقابلنا كده في الحقيقه والمسافه دي بيني وبينك وربنا تعمل لي مقام. ايوه ازيك يا عفاف؟ نسوان؟ نسوان وانا في البيت وامك جوه؟ هي ناقصه نجاسه يا شرده يا بنت الكلب. دي النجمه دنيا الصياد. اقلعي النجمه عشان تتاكد. اقلعي يا ديزي الكابتشول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هدي في حد ذاتها نعمة لا تباع ولا تشترك. نعمة هي ديزي الدغمة عليها. حب الناس من الصدمة. عمرها ما شافت بيومي في وضع الحقيقة، ما بالك بقى انها شافتك. شافتني ايه؟ بقول لك اغمى عليها. مستهونة بنفسك انت يا نجمة. بنت عفاف يا بنت. ايوه هي يا بنت. استهدي بالله يا نجمة. تعلمت رشتي ده اللي هيخليني انا اللي يغمى عليها دلوقتي. امال هي هتفوق ازاي؟ انا عارف هتفوق ازاي. عفاف عفاف امسك يما البصلة. انا هجرب حاجة دلوقتي، لو ما فقتش اقلع شبشب. ماشي. اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. منورانا يا بنتي والله. ميرسي ده نورك. الله دي صورتي. شايفه العيشه؟ معلق لك صوره اكبر من صوره ابوها وامها. ايوه يا بنت هي بجد؟ اه يا لهوي. انا قد ما بنت زينب تتوب وتعطس. قسما بالله العظيم ياما نفت مرتين واحنا جايين في الطريق. انا مش مصدقه. انا حاسه اني بحلم. ده انا والله العظيم اللي مش مصدقه كل الحب ده. سيب ايدك يا بنت، اللي جالها حساسيه ده مش زينا دي. مش حسين. طب بقول لك ايه؟ خديني معاك اشتغل معاكي اي حاجه، ان شاء الله ممثله زي. واخوكي هيوافق؟ ده انا اكسر دماغها. عايزه تمثلي وتجيب لنا العار، الناس تقول عليها ايه؟ طبعا عاملين فرصه سعيده. جدا. لا مؤاخذه يا استاذه والله ما اقصد يعني، بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجه. ولو انت ما عندكش مانع وانت نفسك تشتغلي، انا اكون مبسوطه قوي انك تبقي معايا في البيت ده من دلوقتي ورجلي على رجلي. لا لا بكره ان شاء الله. بكره فرصه سعيده. هلا يا سعيد. بعد اذنك. ايوه طيب. بقى ابنك الواطي اتصل بيه على المحمول يعمل لي بلوك. انا ابنك يبلغني. معلش يا مبطه، اصله مشغول شويه اليومين دول. مشغول فين؟ ما هو لا. ايه في ايه؟ دنيا دنيا الصياد الممثل. انت يا بطة، انت يا بيت، انت يا بطة، انت يا بطة. ايوه ايوه ياما في ايه؟ عارفه مين هنا يا بيت؟ هيكون مين يعني ياما؟ الممثله دنيا الصياد. دنيا الصياد مين؟ الممثله تحت اليومين دول ام حسن خدها الشمال. وانت على جدع، هو على جدع. انت منك يا مبطل. هي الحرب قامت ولا ايه؟ اهمار يا دنيا. يلا اعملي بوس البطه. بصي كده اهو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مبطل. في كارثه يا استاذه، كارثه. اهل منطقتي وانا اضرب بيهم. نص شباب المنطقه مسجلين ابرام، والنص الثاني متابعينك على الانستجرام. بس ما تخافيش، خليكي هنا. لقيت ولاعب بنزين 80 يا مبارك. حفظتي؟ انا لو عليا حفظت، لكن انت بقى لو رجعت في الكلام اعيش لك خدام. لا احنا مش في طابونا. عايزين ايه؟ عايز اشوفهم.
يا حب حياتي. حياتك انت؟ حياتك خلصت من زمان، جاي تفتكر حياتك دلوقتي؟ الله جريه دي ينزل فيها يا جدع، هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه. يا جماعه العتب على الناظر، انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نفسها واحده، افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ بيزل بعد اذنك طلعنا يا راجل، ده احنا حتى اهل منطقه الواد ده بتوته اهل منطقه. يا ناس ما تشوهوش سمعه الكتكات، الكتكات ما فيهاش تحرش. يا دي اسامه، شغل الحكاكين اللي بتعمله اول يوم العيد في جنينه الفصاط مش هينفع مع ضيوف. طب بص هجيبها ولا تجيبها؟ يا مصريين يا مصريين افهموني يا ناس اسمعوني، انا واحد منكم حاسس بيكم، عارف ان نصنا ما اتجوزش، عارف اننا تعبانين، بس واحده واحده شوفوا الهند بدات منين، الهند بدات من تحت. نفسي اتكلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ خلاص يا ابا ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك؟ ده الحكاك الكبير. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا. هنمسك نفسنا هنتجوز. الله حافظ. بس يا استاذه انت تعرفي لعبت اللباس بول منين؟ ايه اللباس بول ده دي؟ اللي هي كره القاعده، انت مالكيش في الانجليزي ولا ايه؟ اللهم اجعل خير. ما شاء الله بيت سيادتك اكبر من مدرسه الاورمان. لا ده مش بيتي. امال ايه ده، ملجا ده ولا ايه؟ لا مش ملجا، هبعت لك عنوان بيتي في مسج بالمواعيد. شكرا يا ديزل. ده شكرا لك انت ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زيارتك لينا. تصبح على خير. الحمد لله على السلامه. مفيش عشاء ولا ايه؟ ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا. لا هندفع يا راغب. انا مش هكررها. يا ريت. بس صدقني الرقم المعروض واو، كان لازم تسمعه. برضه لا. اوكي راغب. هلو دونز، هاي هاي هاي. والله كنت هزعل لو ما كنتش شفتك قبل ما امشي. يا اخي يا ريتك كنت زعلت. اخف دم في الدنيا يا دنيا. وانت دمك يلطش باشا دونز. راغب فكر في اللي انا قلت لك عليها. لو تعرفي اللي دمه يلطش ده عايز يدفع فيكي كام وترجعي؟ طب ما تسيبني ارجع وهو تستفيد بالفلوس. كان زمان يا حبيبتي. فرقت ايه دلوقتي عن زمان؟ زمان كان فارق معاكي تعيشي، دلوقتي لا. قصدك زمان كنت عايشة، دلوقتي لا. اديني مضيت حضور، ممكن امشي؟ كان انا غلطان ان انا كنت عايز اشوفك. واديني جيت يا راغب. مش فارقه. مالك يا بنت مخطوفة كده ليه؟ شايف البيت؟ يا لهوي، شايف التلفزيون كبير ازاي؟ دي أصغر شاشة عندها، يا بنت ده عندها سيما صيفي في الجنينة، ودي بتروح سينما زينا، بيجيبوا لها الأفلام لحد عندها. عندك حق. هما كل الممثلين كده، واكلينها ولعة. أهلاً وسهلاً، اتفضلوا العصير. زيد فضلك. تعيش، ما تعرفناش. أنا بدر الديزل، كنت دوبلير ويل سميث في أمريكا ودلوقتي دوبلير محمد رمضان في مصر. أمريكا مرة واحدة؟ هما ليه؟
انا اللي مغير الاكشن في مصر الخمس سنين الاخرى لو انت ملاحظه يعني. لا ده انت حكايه. الحمد لله. انت بقى تحكي لي من اولها لغايه الاستاذه ما تنزل. وامك طلعت اكلت ام حسام وبعت ذهبها وسافرت امريكا بجواز سفر مضروب باسم جرجس يوحنا ميخائيل كيريوس. يعني حتى بدي كنت دوبلير، سافرت باسم غير اسمي ودين اهله كان غير دين اهلي، وبدات في امريكا من تحت السلم، كلت من الزباله خلت ام حسام. في مره كده انا واقف في الشارع لقيت واحد خارج من نايت كلاب سكران، كان ويل سميث. خدته سندته لحد عربيته حتى استنطق وطرطش على بنطلونه. ام قلت له يا ويل اقف جنب اخوك، انا الدنيا حاطه عليا هنا في امريكا واللون بيحن يا جدع. المهم قال لي انت شكلك شقي، هشغلك معايا دوبلير هنا. وشغلني فعلا دوبلير اول يوم بهرت المخرج، وعرفني على ايدي ميرفي برضو ممثل شبهنا بس اغمق حبتين، والدنيا حلوت وزهزهت. واشتريت بيت على النيل في امريكا، كنت جري حانه والناس كل النجوم دول كانوا في نفس المنطقه، منطقه خاصه بالنجوم بس. هوب الحكومه طبت عليا وعرفوا ان ورقي مضروب ورحلوني على مصر، حتى القرشين اللي جمعتهم ما لحقتش ارجع بيهم. انا مش زعلان اني اترحلت، زعلان ان ويل سميث طلع مش رجوله معايا. بعت له رساله وانا في الاسم، قلت له انا في شده واقف جنب اخوه، ده احنا لون واحد. بس انا قلت الفنان سمعه وهشرده في الوسط الفني بالكامل. بعت رساله لسبيلبرج. قلت له ايه؟ قلت له ينفع اسبيل اللي عمل ويل؟ وهو قال لك ايه؟ قال لي ويل يا ويل. انت يا واد كذاب. ايه؟ بقول لك انت يا واد كذاب. طبعا كذاب يا شيخه، وده كلام يعقل. انا قلت بس ايه نضيع وقت على ما الهاني بتنزل. ما كفايه لك توعدني. عفاف هتساعدك في البيت وديزل هيبقى موجود مكان عماد. تحت امرك يا نجم. ما تخلص يا ديزل. تبص شرف اشرف محسن. مش هوصيك؟ هي على طول عصبيه كده؟ ابدا، ده لما المزغود ينرفزها بس. المزغود مين؟ ممكن ترد عليا؟ ندى ما تقتلتش، ندى انتحرت. البوليس هيربط يا راجل، مسيره هيربط. يربط ايه بايه؟ واحده غرقت نفسها في الترعه والتانيه اتقتلت على سريرها في بيتها، ايه العلاقه؟ روحي روحي افصلي افصلي، هتبقي احسن لما ترجعي. وان ما رجعتش عادي. هرجعك زي كل مرة. طب أنا بجد بقى مش راجعة المرة دي. اتجننت يا ابني ولا ايه؟ دي أوامر راغب بيه، عايزك جوه. وأنا مش داخلة. وإحنا ما نقدرش نسيبك. اوعى يا حبيبي ايدك. يا هانم دي أوامر، وأنت عارفة إن دي مش أول مرة، بس آخر مرة. في حد تاني مزعلك جوه يا استاذه؟ انت ايه اللي انت عملته ده؟ وانا جايبه سواق ولا بلطجي؟ امال عايزاني اعمل ايه يا استاذه؟ العيال كانوا بيمدوا ايديهم عليكي. لا والله، انا قلت لك تتدخل؟ انا اسف يا استاذه، والازاز اللي اتكسر ده باخصمين مرتبه. يلا صحوش الماوى. ما شاء الله عليك ستاني، لو نسيت ستارز الفستان ده صح. حق
حقك عليا. ستاني ما تشغليش بالك، وبعدين فاهم اصول الشغل، وبعدين انا جت عليكي، ده انا بيتشخط فيا من يوم ما اتولدت. بس مش معايا ديزل، انا غير. ده حاجه اشوفها لعمة، حضرتك غير اي حاجه في الدنيا. طب عامه انا جبت لك حاجه برضه عشان ما تزعلش. هديه لي انا؟ اه انا ممكن اسرق دلوقتي. الحلاوة دي الله العظيم استكاني مش عارف اقول لك ايه. متقولش استني. عارفة عارفة والله، الماك في ايدي الشمال وقاعدة كده. التلفزيون دم على كتاف بيحصل يا ريس. يلا صلح. ها كيرو يلا اتفضل يا ريس. أنا آسف جدا يا جماعة. يلا يا سيد كاست جاهز بعد الشوط. 30-1 أول مرة. أهداف. أنا لو أحمد بيحبني زي ما عمر بيحب كده أنا كنت اتجوزته من امبارح. بس أنت كده غاوية تجري ورا اللي بيقلبك. أنا عارفة إنه بيحبني. لو أحمد بيحبني زي ما عمر أنا عمري ما هتجوز واحد بتاع نسوان. بس أنت كده طول عمرك تجري ورا اللي يقلبك. مش يمكن هيتغير؟ اديله فرصة جربي. كا اتفضلي يا استاذ. تسلم سيدك، خد منك الملك. ودي معاها من امتى؟ اول مرة تيجي معاها النهاردة. ماشي، اعرف انظامها وبلغني قبل الكاستنج. تمام يا راغب. بقولك شفتك على فكرة. مين الأخ؟ مين الأخ؟ بسأل عني وانت تعرفي مين الأخ. مبسوطة يا عفاف؟ ما اتبسطتش ليه؟ أكل ومرع وقلة صنع. وأخبار الشغل الجديد إيه على حسك؟ نفسي ما أروحش منه. لما أبقى نجمة هطلع أحسن منك وأجيبك تشتغل معي. ماشي يا نجمة. المهم مش عايزك تنسى اللي اتفقنا عليه. خايف عليا؟ لا مش خايف عليك، عشان عارف انك بميت راجل. عفاف قالت لي بتيجي معانا سفرية العين السخنة ولا لا؟ لا. معنى انك اتصلتي يبقى عرفتي مين الاخ. انا برضو مش فاهمه، انت عايز مني ايه؟ انا شفت عينيك بتلمع وانت واقفه في اللوكيشن وبتسمعي حوار دنيا الصياد مع نفسك كمان، فقلت اسالك سؤال. ما نفسكيش تمثلي؟ داني يا بص،
جاهزه. قولي اسمك وسنك واول ما تبقي جاهزه ابدا على طول. عفاف الاسمر 28 سنه. انا ما عنديش استعداد اعيش مع واحد بيشك فيا ليل نهار. وهستحمل كل ده ليه؟ عشان بحبه؟ يولع الحب اللي بالشكل ده. ده حب يأسف العمر. انا هقوله يطلق. برافو برافو. بس دي ما يتقلهاش برافو. دي يتقلها عظيمة. اسمك ايه قلتيني؟ عفيف. عفيف. عفاف الأسمر. عفاف. برافو. ساعة وهتحرك يا بدر. ساعة وهتحرك يا بدر. والله يا استاذ وفرت لي مكالمه. انا كنت بكلم سيادتك دلوقتي. تليفون مرمي جوه. طب انا كنت بستاذن حضرتك بس هنزل القاهره صد رد وراجع على طول. ساعتين زمن بالظبط. مفيش نزول يا ديزل. انا مش عايزه ابقى لوحدي. عفاف قدامها ساعه وهتتحرك. وانا حصل لي ظرف هنا مش عارف انزل. وبستأذن سيادتك بس تخلي بالك منها. شكرا. اسف يا استاذه، اسف على التدخل يعني، بس انت شربت كتير اول النهارده. بصراحه انا ما كنتش اعرف موضوع الشرب ده. انت كنت تعرفني منين عشان تعرف انا بشرب ولا لا؟ ولا مؤاخذه يا استاذه، انا مش تلميذ. انا اسمع ان اللي بيشرب ده بيشرب عشان ينسى. انا بقى عكس الناس كلها، انا بشرب عشان افتكر. واضح انك شايله في قلبك كتير قوي يا استاذه، عكس شكلك من بره خالص. زمان ايام ما كان نفسي ابقى ممثله قابلت واحد زيي بالظبط، كان بيعشق التمثيل وكره القاعده. واضح ان حضرتك كنت بتحبيه قوي. كناش بنعمل حاجه غير ان احنا بنجري ورا حلمنا، بس الشغلانه دي حبلها طويله وظهر راغب، أطيب قلب ممكن تقابله في حياتك، يعشق الأفلام، يتفرج على أفلام أكتر من ناس في الشغلانة نفسها، قرر يساعدنا، ملايك نزل لنا من السماء، لحد ما اكتشفناه على حقيقته. هو فعلا ملاك، بس ملاك موت. كان اسمه علي، وخلاه يلعب بدالي لما شافني. اتحبس في الأوضة مع الكلاب لحد ما موتوه.
مات قدام عينيا وانا ما قدرتش اعمل له اي حاجه. لعبت ايه وكلاب ايه؟ البيت بتاعك البنات اللي بيطلبهم دول مش بيطلبهم للدعارة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال ماجدة ماتت ازاي؟ ماجدة ماتت عشان وافقت انها تلعب، بعدين رجعت في كلامها هددتهم فقتلها. في ايه؟ في انه عفاف بتلعب اللعبة دي دلوقتي. يلا فايز والجماعة ان احنا هنطلع. يلا لو وقفتي لحظة واحدة هتخسري يا عفاف. اول ما الاقفاص دي تتفتح اجري. اجري يا عفاف. استنى هنا، استنى. ايه الواد ده عفاف هناك؟ مش مهم ايه الواد ده، المهم نلحقها. هو لما انت كنت فاكر انها دعاره زقيت اختك علينا ليه؟ عفاف مش اختي. Thank you.
سبنا لوحدنا يا زين. رصاص طلق نار يا فايز، البت ماتت. ما تحسسنيش انها اول مرة. وانت ما تحسسنيش ان انا قتل قتلة. لا يا شيخ، لا يا شيخ، ماجدة ماتت عشان احنا من ماتش. وندى بتاعت الدرع ما قتلتهاش، خافت نزلت الترعة، ما بتعرفش تعوم غرقت. وعلي، لكن علي يا راغب اول واحد مات، اللي كنت بتتفرج عليه والكلاب قاعدة بتاكل فيه ومرضتش توقف اللعبة. فاكره هيهرب، فاكره هيهرب وهنكمل اللعبة. كنت فاكره هيقدر يهرب وهنكمل، ولا كنت عايز تتفرج على الكلاب بتاكله، ولا كنت عايزه يموت؟ بقولك يا راغب، الكلام ده تضحك بيه على دنيا، بس لا تقولهولي ولا تقوله لنفسك. احنا في بيزنس والبيزنس فيه خسائر، وقصاد ده انا فتح لك حنفية فلوس ما بتخلصش، واللي بيصبوا لنا الفلوس دي لازم يتكيفوا، وهم بيعملوا كل ده عشان ايه؟ الزهق. الزهق يا راغب، مش كلامك ده برضو؟ احنا هنلعب على الزهق. 80% من حالات الانتحار في العالم بسبب الزهق. الاغنياء زهقانين قوي يا فايز، قوي، عندهم استعداد يجربوا اي حاجه جديده، مخدرات جديده، نسوان جديده، رجاله جديده. زهقانين يا حبايبي. احنا بقى هنخليهم يشوفوا حاجه عمرهم ما جربوها قبل كده، هي موجوده من قبل كده بس هم ما يعرفوها. تفتكر بيلعبوا اللعبة دي ليه؟ عشان الزهق. تفتكر لو هيلعبوا اللعبة دي دلوقتي هيلعبوها ازاي؟ الأغنياء الزهقانين دلوقتي أكتر بكتير من الزهقانين يا مرمان. وانت طلعت صح، بس برضو زهقوا يا راغب، زهقوا من رصاص التخدير وابتدوا يقولوا لي لا، وخصوصا ان احنا مش كل يوم بنعرف نجيب لهم حد موافق، ولما يطلبوا لي حد معين برضه ما بنعرفش نجيبه لهم. بعدين انا ما عملتش كده في اي حد. البت اللي انت جايبها دي ما تسواش اي حاجه. بقول لك يا راغب، روح اتفرج لك على فيلم حلو كده وروق دماغك، وقبل ما تنام راجع حساباتك هتلاقي كل حاجه مترستقه وزي الفل. في ايه؟ مدام دنيا اتقلبت بالعربيه. ذنب عفاف في رقبتكوا يا باشا. هنجيب حقها. كان اسهل تحموها. عايز اشوفها بعد اذنك يا باشا. مستعد بطل تمثيل، بس انت تقول لي كفايه لحد كده. مش بالسهوله دي. ليه؟ ما انا توبت زي ما انت ناوي تتوب، ونسيب الحته باللي فيها ونتجوز. مش بالسهوله دي. عارف يعني انت ما بتحبنيش يا بنت؟ بحبك وما حبيتش غيرك. وانا من ساعه ما عرفتك شعري ما اتفردش على ظهر راجل غيرك، وانت عارف. من ساعه ما عرفتك، قبل ما تعرفيني اتفرد على ظهر ناس كتير، وبعدين ما تفكرنيش بالموضوع ده عشان بزعل. طب ما انت عارف من الاول حبيتني ليه. ازيك عفاف تتحب؟ بس انها ما ينفعش تبقى معيان. عندك حق، اللي زيي تتحب، لكن تتحب بس لا يا بدر. انا ما ينفعش ابقى ام عيالك، ولا انت ينفع تبقى حبيبي. عفاف بنتي، عفاف، عفاف.
قلت لك تقعد. مؤاخذة يا باشا، أنا جاي ضيف مش مده. ده الثقة دي كلها؟ ماشي السليم بيه قهوة يا باشا. عندك حق. عندك قهوة؟ أنت مسجل خطر وملفك منور عندنا في أرشيف الأمن الوطني. ممكن يا باشا أعرف سيادتك عايز مني إيه بالظبط؟ عايزينك تشتغل معانا. أنت شغال دوبلير في فيلم دنيا الصياد الجديد. مظبوط يا باشا. دي أول خطوة. وأنا هشرح لك بالظبط تعمل إيه. بعد ما تخلص ملفك هيتمسح نهائي ولا كأنه كان موجود. ملفي وملفك هيتمسح. يعني هنرجع كما ولدتنا أمهاتنا. مش مضروب فينا مفك. ساعتها ينفع. يا دي النيلة. ملفاتنا تتمسح إنما تاريخي وتاريخك خلاص ما تكملش. الملفات بتتمسح بس اللي عارفه الزمن ما بيتمسحش. ربنا يكملك بعقلك. اللعب مع الناس الكبار دول بيخوف قوي. وانت تخافي من ايه؟ بتعمل اللي طول عمرك بتعمل ايه؟ بس من غير ما حد يلمسك. ماشي يا بد، انا هعمل لك اللي انت عايزه. انا هسيب منى عند البت جارتي، بس أمانة عليك لو حصل لي حاجة تحط البت في عينك. البت ما تخافيش، أنا جنبك. ماشي، قول لي بقى نخش عليهم ازاي. خش عليهم ازاي؟ خش عليهم كده الناس. ماشي بقى. مش خايف عليا؟ لا مش خايف عليك، عشان عارف انك بميت راجل. ماشي يا بدر، انا هعمل لك اللي انت عايزه. انت مين؟ بنت عفاف؟ تعالي يا حبيبتي. ملهاش حد بعد امها. ليه؟ واحنا روحنا فين؟ بجد يا امها بجد احنا ما شفناش منها حاجه وحشه.